سفح شو عندك؟ شو عندي يا ريال؟ عندي عن العرس. الشباب وصلوا 30 ولا يتزوجون مشكلة. هذا الجو مال الزواج. حتى الشباب عندنا نص جميرة يا ريال وصلوا 30 ولا تزوجوا. من توصل 30 ولا تزوج خلاص فاتك القطار. فاتك القطار. صدق والله. أيوة. المفروض من توصل هذا أولياء الأمور. وبوتهم يقولون من توصل 20-25 بوي خلاص صير خطب له ولك. لا تخليه ترى طاف 30 خلاص. جت البرود عقب خلاص ما عنده رغبة. انتهت الرغبة. صدق والله المفروض ان الحكومة تساعدهم. والله العظيم اللي بيتزوج تساعد الحكومة والله يساعدونه. صندوق هذا ما صندوق زواج يفتحون. المفروض يفتحون صندوق زواج مرة لدبي مفتوح اللي بيتزوج مرة يعطونه على طول بيت ومساعدة مالية. والله اذا يبغون يشجعون ولا العنوس بزيد عندنا. والله الحين نص شباب جميرة عندنا هنا تعرف انت تعرفه مو متزوجين طافوا 30 خلاص الرغبة انتهت. يوم تقول له قال ابعد عن الشر وغني له. ها ليش؟ لأنه مسكين ما يقدر يبغي بيت ومصرف وعيال وهاي مشاكل ما يقدر. معاش 10,000 و5,000 شو بيسوي له؟ يقدر يتزوج؟ يقدر يفتح بيت؟ ما يقدر. إلا كان عايش ويا أبوه أنا أقول لك بيشجع أبوه ولا بيعيش بروحه؟ ما يقدر. بس لي وحيد وانسار قالت للحرم بعد ما أبغيك يلا عسير فتش القانون هذا مال الأحوال لهذا عود بالله. هذا واللي عندي الأولي والتالي خلوه على يصفج بيدي ماشي. تقول له تزوج قال لا. يوم يشوف الشباب يشوف